الحمد لله على السلامة. معقولة كان عندي غشاوة جامدة كده على عينيا؟ شفت عملية المية البيضة بسيطة ازاي؟ أنا مش مصدقة إن أنا شايفة النقط بتاعت الساعة وكمان من غير نظارة. وكمان هتروحي معايا في نفس اليوم زي ما قال لنا الدكتور. الحمد لله. الغشاوة والمياه البيضاء 50 عاما من الخبرة. جراحات اليوم الواحد في مستشفيات ومراكز مغربي للعيون. العين عليها حارس. الحمد لله على سلامة يا أمك. معقولة كان عندي غشاوة لهالدرجة على عيوني؟ شايفة عملية الموية البيضاء كيف كانت بسيطة؟ أني ماني مصدقة أني قاعدة أشوف النقط اللي في الساعة ومن دون نظارات. وكمان الحين تروحين معايا البيت زي ما قالك الطبيب. سبحان الله. الغشاوة والمياه البيضاء 50 عاما من الخبرة. جراحات اليوم الواحد في مستشفيات ومراكز مغربي لتنبض حواسكم بالحياة.